أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أخيرا تعترف روسيا بأزمة سفنها وأسطولها التجاري الموجهة لنقل البترول والغاز، أي المشتقات النفطية عموما والغاز الطبيعي نحو دول تعتبرها أنها صديقة على الأقل. إن الأنبوب الذي يتحدث عنه الجميع بشأن روسيا الهند، الأنبوب الغاز الطبيعي، انتهى لأن جميع التقديرات الجغرافية نفت مثل هذه الإمكانية، وهذا الذي جعل مكتب الطاقة يعترف بوجود أزمة يمكن اعتباره تعقيدات في هذا الملف، أو ما سمته تبقار. وباعتراف روسي مباشر للإعلام أن هناك خسائر جانبية للعملية العسكرية تجاه أوكرانيا، الأمر يتعلق ببيع، هذه هي المصادر البريطانية تؤكد، بيع روسيا 40 سفينة نقل أو شحن تجاري موجه لكل من الغاز الطبيعي على وجه التحديد. نتحدث عن روسكوم فلوت، هذه هي الشركة الروسية تمتلك 108 من سفن شحن المواد البترولية، وهناك 14 للغاز الطبيعي و11 لما سمي بالسفن المتخصصة. يعني أن الأمر يتعلق بشركة هي الآن تسجل 0.1 يوم قبل التسجيل بدقائق، هي تحت ب0.061، يعني أن الأمر يصل إلى حوالي 0.25 و0.61 في مجمل التعاملات بناقص، يعني أقل من 1%. لكن هذا لا يمنع ما نقلته وسائل الإعلام البريطانية وأكدته تبقور الروسية بخصوص بيع ثلث التجهيز الذي لدى هذه الشركة الروسية، والأمر يتعلق حسب المصادر البريطانية بكل من دبي والصين، يتحدثون عن صفقة بهذا الخصوص بين الإمارات وروسيا وما بين الصين وروسيا. لكن واقع الحالي أننا عندما نعود للشركة ونجد أن لديها أساساً شركات فرعية في كل من نوفوروسيسك وما بين أيضا دبي، إذا الأمر يتعلق بالمركز في سان بيسبرغ وما بين شركتين فرعيتين في نوفوروسيسك وأيضا في دبي. وبالنسبة لدبي على العموم هي التي أخذت على عاتقها أن تمرر هذا الثلث، هذا الأسطول، يعني الأسطول يعمل وبشكل مباشر تحت اعتبار دبي، تحت اعتبار الشركة في دبي. ولذلك فهناك تحويل أسهم لصالح شركة فرعية في دبي، وهكذا تريد الشركة أن تتجاوز أزمة 2.1 مليار دولار كديون الآن. وبهذا يمكن أن نقول أن الإمارات العربية المتحدة هي التي سيطرت على كامل الصفقة، وأن 121 سفينة هي الموجودة، سفينة شحن ونقل بحري، 121 40 منها على أقل تقدير هي الآن إماراتية. إذن الإمارات تشتري ثلث الأسطول التجاري لبوتين في هذه المرحلة الدقيقة جدا، من خلال وضع يدها على أكثر من 40 سفينة شحن ونقل تابعة للشركة صافكوم فلوت PAO. إذن نتحدث اليوم عن صفقة، وبالتالي فإن مسألة ضمانات أخرى عبر الصين هي تمر عبر الإمارات العربية المتحدة. إذن هذه الشركة وبفرعها هي نقلت إلى شركتها الفرعية جميع تعاملاتها، وهذا الذي نلاحظه تماما في موقعها عندما نرى أن جميع السفن غير الروسية تتمكن منها الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا التفصيل على وجه التحديد
يتحدث ربما الخبراء عن إمكانية نقل جميع الأسطول إلى دبي. الإمارات العربية المتحدة ليس فقط 40 سفينة، وهذه مواجهة لرد الدين عموما، لسداد هذا الدين. هنا نطرح سؤال: كم من سفينة حقا اليوم لدى هذه الشركة؟ المصادر الروسية تؤكد أنها 138 سفينة. الأمر يتعلق هنا بخلاف حول شيء أساسي جدا. الـ11 سفينة المتخصصة هذه لا تدخل ضمن المسائل التجارية، هذه تدخل ضمن أمن التجاري والأمن العام والأمن الاستراتيجي لروسيا. فلا نتحدث عن الـ11، وهذا هو الفارق ما بين الإحصائية التي قدمتها مصالح بريطانية وما بين ما قدمته روسيا. إذن هذا الفارق هو فارق ما سمي بالسفن المتخصصة. إذن هذه نقطة لإزالة اللبس حول عدد السفن التي نقلت إلى دبي. هل الأمر يتعلق فقط بالـ40؟ لا، الـ40 سفينة موجهة أساسا لسداد الدين الذي يرتفع في هذه المرة وبشكل صعب جدا. نتحدث عن 2.1 مليار دولار لصالح هذه الشركة، والتي تختزل بـ SCF، يعني Sum Cum Float. وبالنسبة لهذه الشركة هناك SCF دبي مثلا، لذلك Sovcom Float دبي هي التي تسهر الآن. وأمام هذا التقسيم على وضع 40 سفينة تحت علم الإمارات العربية المتحدة وتحت هذه الإجراءات المالية من أجل سداد الدين الموجود والبالغ 2.1 المسألة 1 مليار دولار. المسألة الثالثة والأكثر أهمية أننا نجد الآن تقسيم واضح بالنسبة للمانجمنت عموما، هكذا تسمى SCF Management. وفي هذه الحالة فإن دبي على وجه التحديد هي التي تشرف بشكل كامل على كل السفن الحاملة كما ذكرنا للأعلام الأجنبية. إذن هذا أمر قد حسم، وبالتالي فإن مسألة قضية الدين بالنسبة لـ40 سفينة وقرار الشركة تغطية هذا القرار بجعل جميع السفن الحاملة لأعلام أجنبية وتابعة لهذه السفينة فهي في مكتب دبي. فيما سان بيترسبورغ، هذا المكتب هو موجه أساسا للأعلام أو السفن الروسية. هذا التقسيم اليوم انتهى وبشكل نهائي، لأن حاليا جميع السفن يجب أن تحمل أعلام أجنبية من أجل المناورة وأيضا الالتفاف حول العقوبات الغربية. هذا الذي يجعل كل السفن تقريبا هي تحت الإدارة المباشرة للإمارات العربية المتحدة. والأسطول التجاري الآن على وجه التحديد، الأسطول التجاري الكامل تقريبا بالنسبة لصفقهم فروت من جهة، وأيضا لشركات أخرى تطمح في الانتقال إلى صفقهم فروت من أجل تمرير هذه العقوبات وعدم الوصول إلى أزمة حقيقية بالنسبة لهذه الشركة. على العموم، الشركة إلى حدود هذه اللحظة لا تزال تسجل خسارة تقل عن 1%. هذه زاوية. الزاوية الأخرى والأكثر أهمية أننا أمام اعتبارين أساسيين. لماذا ذكرت بريطانيا الصين؟ لأن الصين تحاول أن تعمل على أراضي دبي من أجل الوصول إلى تعاون بخصوص هذا الأسطول التجاري من جهة. ثاني مسألة، أن جميع الصفقات تقريبا التي لدى صوف كونفلوت
كلها تمرر بطريقة أو بأخرى عبر مناورة مالية للصين. هذه الزاوية الثانية. الزاوية الثالثة، أننا عندما ننظر إلى طبيعة الأسطول المنتشر الآن والحامل للغاز أو النفط، سنجد أن الأمر تجاوز قضية الغاز. الغاز لم يعد إشكالا بالأساس، لأننا نتحدث عن 14 سفينة نقل فقط للغاز. بالنسبة لسوفلوت على وجه التحديد نتحدث عن 14، لكن الواقع الحالي لا بالنسبة للمصادر البريطانية التي تجعل حوالي 40 سفينة نقل، ولا أيضا بالنسبة لهذا التقسيم الذي أحدثه الصينيون والتغطية المالية الكاملة. إذا نحن نتحدث عن تغطية مالية كاملة لشركات روسية عاملة في القطاع الغازي والنفطي، الآن يحاول الصيني وضع يده وبشكل مباشر على تأمينات هائلة بالنسبة لهذا النقل. إذا الصين هي التي تدير العملية حقا. إذا التمليك التجاري لدبي، وأيضا وضع هذا الأسطول بشكل كامل تحت إمرة الشركة الفرعية في دبي، هذا متوقع. أيضا بالنسبة لسداد الدين ووضع يد الدائنين على حوالي 40 سفينة، هذا يكشف إلى أي مدى سنرى أن هناك صعوبة حقيقية مالية يتجاوزها تعاون الصينيين والإماراتيين. إذن الصينيون هم الذين يؤمنون الآن الروس في نقلهم للبترول وأيضا للغاز الطبيعي إلى المستهلكين. ومسألة هامة جدا لا بد من الإشارة إليها، حيث السياسة تدخل في كل شيء وتوجه كل القرار الاقتصادي. مباشرة بعد قول روسيا بأن الأنبوب الغازي الروسي الهند لا يمكن توقعه الآن وفي الأفق القريب لمشاكل جغرافية على وجه التحديد، وصدر القرار بشكل مباشر في تقرير علمي ولكنه لديه حمولة كبيرة، وجدنا الصينيين يدخلون على خط الصفقات الغازية لتأمين بوتين في هذا الظرف على وجه التحديد. لقد كان الإجراء الأول إجراء إماراتيا لا غير، وبعدها مباشرة تدخل الصيني لتأمين حركة نقل مسعفة لصالح الاقتصاد الروسي، وهكذا فالأمر حسم وبشكل نهائي انطلاقا من هذه الزاوية على وجه التحديد. إذن أمامنا ترتيب أساسي لجعل الصين تدفع فاتورة وقف مشروع روسيا الهند، وهذا أمر طبيعي نتيجة التنافس الهندي الصيني المعلوم الذي وصل أكثر من مرة إلى الشباكات عسكرية حدودية. إذن هذه نقطة. النقطة الثانية أن الصين لا تريد أن تتورط مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك فهي ترى دعما مباشرا لفرع الشركة، هذه الشركة والشركة الفرعية لهذه الشركة سوفكونفلوت، إذا شركة ترى على الأقل أن هناك فرع لها. واقع الأمر أن الشركة نفسها التي في دبي هي شركة مستقلة تحت القانون الإماراتي، ولهذا فإن الصيني يستثمر داخلها. إن كان يعتقد على الأقل الروس بأن هذه شركة، فهم الآن لم تعد فرعا للشركة بقدر ما أصبحت الآن هي مركز حقيقي لجميع العمليات التجارية. في مواقع الحال بالنسبة للمركز الآن فهو تابع لدبي. إذن أمامنا بيع لسفن من أجل سداد الدين في حدود 40 سفينة، هناك العمليات كلها التي تنقل الغاز والنفط الروسي مدعوم ماليا من أبناك وشركات صينية لكن عبر يافطة الإمارات العربية المتحدة، والإمارات العربية المتحدة اليوم تضع يدها بشكل مباشر على كامل الغاز والنفط الروسي
بشكل أو بآخر، إما بتأمين مالي من الصين، وإما أيضا من في إطار العمليات التي تقودها هذه الشركة، شركة سي أف. وهذه الشركة الآن هي التي تقود جميع العمليات التجارية بشكل مباشر وواضح، مما جعل مركز الشركة الروسية الآن دبي وليس سان بيترسبورغ، لأن هناك مكتبين في سان بيترسبورغ، وهناك في نوفورسييسك هناك مكتب، وهناك مكتب آخر أو فرع آخر في دبي. الآن الكل يدور حول فرع دبي الذي أصبح كان على الأقل صوريا وقانونيا مجرد شركة، يعني شركة مستقلة لكنها تحت القانون الإماراتي. واليوم يسعف مثل هذا الوضع القانوني التصدير، على الأقل تصدير الغاز والنفط الروسي عبر تشكيل مركز قوة في دبي. دبي إذن تضع يدها على كامل الأسطول، هذا واقع الأمر، لأن الصينيين كما ذكرنا يعملون خلف الإماراتيين، ولأن الإماراتيين لديهم هذه الشركة، الشركة المستقلة تحت قانون إماراتي، ولا يعتبر بمثابة فرع بل لديه كامل الاستقلالية على الأقل، ولو أن هذا الفرع معلوم بأنه تابع لشركة روسية، لكن في واقع الحال قانونية فالشركة إماراتية. وهكذا نرى أن جميع الأسطول، أسطول هذه الشركة على العموم، أصبح في دبي. بالنسبة لجميع الملاحظين سنرى أمرا آخر، الملاحظون الاقتصاديون يرون أن وضع اليد حقيقة هو على 40 سفينة، لأنها موجهة لسداد الديون، وهكذا يصبح وضع دبي وضعا قانونيا يضع في ملكيتها 40 سفينة نقل روسية بشكل كامل. هذه هي الصورة كما أوضحناها، واعتراف روسي بما أكدته الصحف البريطانية في وقت سابق، بل ليس الصحف البريطانية لنكون دقيقين، بل مراكز الملاحة التجارية وضعت تقريرا اليوم توبكور تشهد بصحته على أقل تقدير، وتؤكد أن 40 من أصل 121 كلها الآن تحت الإمارات، تحت يد الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.